اهلا وسهلا مشاهدينا الكرام، اسبوع جديد نبدا برفقتكم على القناه الاولى. برنامجكم اليومي اسرتي، واليوم غادي نتكلموا على صحتنا النفسيه، نتكلموا على نظامنا الغذائي، جمال وايضا مبادرات جديده. ما تنساوش تفاعلوا معنا عبر صفحات الاولى على فيسبوك وانستغرام اللي تظهروا لكم اسفل الشاشه. في حلقتنا اليوم ترافقني الاخصائيه النفسيه امل سبتيه، اهلا وسهلا. اهلا بك. ويرافقني ايضا دكتور عبد الخالق الرمداني الاخصائي في التغذيه، مرحبا بك دكتور. شكرا. من دابا شويه دكتور حديثنا غادي يكون على فيتامين دي، فقرة تعرف اش تاكل، اما فقرة جمال فنخصوها باش نتكلموا على ليبيلاسيون ديفينيتيف او ما يعرف ازالة الشعر بطريقة نهائية. مبادرات فرصة من خلالها اليوم نسلطوا الضوء على مبادرة جميلة جدا لتتكلف ماديا بالحاصلين على اعلى النقاط في البكالوريا تتكلف بالدراسة ديالهم. تابعونا باش تعرفوا على تفاصيل اكثر. بداية حلقتنا على بركة الله غادي تكون فقرة راحة البال، واليوم نتكلموا على الغيرة عند الوليدات ديالنا، امتى تتكون، شنو سببها، ومجموعة من الأسئلة جاوبنا عليهم الأخصائية النفسية أمل سبتي وفقرة راحة البال. أمل سبتي، قبل ما نتكلموا على الغيرة عند أطفالنا، علم النفس كيفاش عرف الغيرة عموما؟ ألوغ الغيرة معروفة كأنها إحساس، شعور، اون ايموسيون كيحسها الإنسان. هي سيت اون ايموسيون كومبلكس، يعني هي واحد الإحساس داخلين فيه معقد، داخلين فيه بزاف الشعور، داخل فيه الحزن، داخل فيه الكره، داخل فيه الخوف، وهي كتخلينا كتعطينا معلومة على الحدود ديال لو تيريتوار ديالنا. أنا في هاد البلاصة ديالي ولا هذا هادي ديالي كيفاش نحافظ عليها، خاصني يبقاو ليا. تماما. واخا فاش نتكلموا على الغيرة عند الأطفال كيفاش تكون؟ الغيرة عند الأطفال فعلا شي حاجة طبيعية. احنا عندنا بزاف ديال رؤية اللي كانت زمان كانت عندك حشومة ما خصوش يغير، هاد الولد مغيار، هادي تتغير. الغيرة هو شعور طبيعي، هو شعور اوتيل، يعني نافع لبناء الشخصية وبناء الهوية ديال الطفل الصغير. عادي انه الوليدات كيغيروا، وكاين علوم، كاين علماء برهنوا انه الوليدات الغيرة كتبدا من 6 شهور، يعني كيكون يلا عنده 5 شهور 6 شهور حتى يبدا يحس هذاك الاحساس بالغيره. 5 شهور 6 شهور مناش غادي يغير؟ 5 شهور الوغ شنو هي الغيره باش نعرفوا مناش غادي يغير؟ الغيره هو الحفاظ على مساحه الامان ديالي. الا كان شي واحد غادي يدخل ويزاحمني في هذه مساحه الامان غادي نبدا الغير. مثلا واحد الوليد عنده 5 شهور عنده واحد العلاقه تعلق اندماج كامله مع الام ديالو، هو تيكون مندمج مع الام ديالو. كيجي الاب مثلا كيجي زاحمو في هذيك العلاقه مع الام، كيجي اخ كبر منه كيجي زاحمو في هذيك العلاقه، تبدا عبر عليها بالبكاء او لا. تماما، تيبين انه لا انا بغيت ماما ليا بوحدي، هذه هي الغيره. خلينا نمشيو نشوفوا راي بعض المواطنين بخصوص الغيره عند الاطفال وراجعين نكملوا حديثنا في بلاطو اسرتي. هي بطبيعه الحال الغيره راه شي حاجه اللي هي كاينه مع الانسان، فهمتيني؟ راه ما يمكنش ما تكونش هذيك الغيره، الغيره ضروريه كدعك الكاذب هذا انت. فهمتيني؟ راه يوسف عليه السلام خارو غانو منو خوته بقى هذا وليداتنا حنا الصغار. كاين اللي بيناتهم 10 سنين وصغيره. عندنا زيده وحده في 94 وتصغر من 2004، اللي زيد في 2004، وصغير وصغر منه في كل شيء. هو الغيره خلقها الله مع الانسان. وفيما يخص الاطفال الحمد لله الله سبحانه وتعالى نعم عليا بربعه ديال الابناء. والغيره واحد الواقع اللي تنعيشوه في المجتمع ديالنا وبخصوص الاسره. الاطفال فهمتيني تيغيروا من اي حاجه، فهمتيني تيغيروا من اللباس، تيغيروا من الماكل، تيغيروا من اي حاجه. عندي جوج وليدات، بالنسبه للغيره الصغير كيغير من الكبير، بالنسبه باش مشى عند لامامون ديالو ولا جا عندي ولا شافنا درنا شي جيست معاه كيغير عليه. كيف شاهدنا ولا تابعنا في الشهادات الغيره حاجه طبيعيه تتكون سيده عندها الصغير، الكبير تيغير من الصغير. الوغ فاش نتكلموا على الغيره عند الاطفال هل يمكن انها توقع في عده مراحل من العمر ديالهم؟ فعلا تكلمنا على 6 شهور ولا 5 شهور، واش كاين مراحل عمريه اخرى تتكون الغيره حاضره فيها بقوه اولا حالات اللي كتظهر غيره الاطفال؟ فعلا كاين بجوج السؤال، نعم للاثنين، كاين على حسب السن. أيه. وكاين ايضا حالات الطريقه باش الطفل كيعبر على الغيره ديالو كيكونوا طرق مختلفه. أيه.
اولا الغيره كتكون كيف ما كان السن، كتكون الغيره كيف قلنا من 5 شهور 6 شهور وكتستمر حتى المراهقه. الطريقه باش الوالدين غادي يتعاملوا مع هذه الغيره هي اللي غادي تخلي هذه الغيره يا اما غادي تبقى يا اما غادي تنقص، يا اما بعض المرات تقدر تبقى حتى لاج ادولت، يعني تقدر تبقى حتى لسن الرشد. سن الرشد. واخا خلينا قبل ما نتكلموا على طريقه تصرف الاباء، واش ممكن تظهر وتختفي بمراحل؟ بمعنى شفناها في 5 شهور 6 شهور، واش ممكن مثلا تنسمعوا في كثير من الاحيان تيقول لك متى يجي البيبي الثاني تتكون الغيره هي اكثر البيبي الثالث. اكثر حاله معروفه هي الغيره ديال واحد الوليد اللي جا الاخ ديالو ولا الاخت ديالو زحماته في الحب ديال الام، هي هادشي اللي معروفه اكثر. كنقولوا بزاف بلي الغيره كتكون شي واحد كبير، يعني الدري ديالو 3 سنين 4 سنين كيجي واحد كيخلق ولا عامين، الصعوبه بزاف كتكون في ديك عامين. كيجي شي وليد اخر ولا بنيته اخرى كتخلق، كيكون هي اللي كتكون صعيبه، ولكن الغيره كتقد تقيس اي طفل كيف ما كان العمر ديالو. فعلا كيقدر يكون الصغير هو اللي تيغير من الكبير. بعض المرات كيكون واحد الوليد عنده 3 سنين 4 سنين الاخ ديالو عنده 8 سنين غادي يغير منه بزاف، حيت عنده شي حاجه متميزه، يعني عنده دي بريفيليج، عنده اشياء متميزه، عنده هو حقوق كبير. فوالا عنده حقوق، عنده انتباه زائد من طرف الوالدين، وغادي تخلي هذاك اللي صغير هو اللي تيغير منه. كتكون الغيره ايضا ديال الاطفال تجاه الاب ولا الام، مثلا البنيته غادي تغير من ماماها في العلاقه بينها وبين باباها تماما، والوليد عاوتاني غير من باباه في العلاقه ديالو ما بينه. دكتور رمضاني الاب ماشي الدكتور، تبارك الله الله يخلي لك الوليدات ديالك، كاينه الغيره بيناتهم؟ هي بطبيعه الحال، وحتى اباء كاباء ولا كامهات حتى حنا كنبداو نلاحظوا شي حويجات. مثلا كتجي عند ولدك كتقول لي انت هو عويناتي، كتنسى بلي راه كاين واحد اخر ولا واحده اخرى اللي كتشوف فيك، ومن خلال الشوفه اللي كتشوف فيك كتفهم بلي راك فيقتي واحد الغيره، شريتي لشي واحد شي حاجه ربما حيت هو اللي محتاجها حتى الاخر. وهنا بعض المرات في كاباء كاب كتولد على هاد الحويجات اللي حنا كنديروهم كاباء بطريقه عفويه، كتولد عليهم بعض المرات حتى بعض شويه ديال العنف ما بيناتهم، وداك الشيء اللي كيكون السبب ديالهم هو ان حنا ما عرفناش كيفاش نتصرفوا في هذاك الوقت. امل السبتي، في كثير من الاحيان بنبغيو نعرفوا واش هذه المعلومه صحيحه او خاطئه، كاين عدد من الاباء ولا الازواج تيقول لك انا باش نزيد طفل اخر نفضل نتسنى حتى الابن ديالي ولا الابنه ديالي يتجاوزوا مرحله الطفوله اللي قلتي كتكون حاده في 3 سنين 4 سنين، كنفضل نتسنى يديروا 5 6 سنين 7 سنين، لان كيبداو ليكول كيبدا عندهم حياه جديده. واش سي فغي ان نسبه الغيره من اخ ولا اخت جديده كتكون قليله في هذا الامر؟ الوغ هذا السؤال بنفسه كيبرهن انه مشكله الغيره بين الاطفال هو مشكلة الوالدين ماشي مشكل الاطفال. هذا تيبرهن لك انه ماشي الوليدات اللي عندهم مشكل، حيت الوليدات ما عندناش شي طريقه باش نقدروا نوحيو كيفاش واش غادي يغير ولا ما غاديش يغير. ما كاين حتى شي طريقه، الغيره طبيعيه وغادي يعيشها وخصو يعيشها ويتجاوز هذيك المرحله. المشكل كيكون عند الوالدين، الوالدين كيخافوا بزاف من هذا الاحساس ديال واحد الولد هما اللي تيديرونجاو. علاش؟ تيديرونجاو اولا حيت كيحسوا بواحد لا كولبابيليتي، كيحسوا بواحد الاحساس بالذنب، احساس بالذنب الا بغيت هذا اكثر من هذا، او لحيت من الحب ديال هذا وعطيته لهذا وداك الشيء. فعلا ملي تيكون الوليد عنده عامين كتكون صعيبه بزاف، حيت كتكون هذيك عامين 3 سنين حتى 4 سنين كتكون واحد لا بيريود اللي كيكون تعلق كبير حتى العامين مع الام، ومن بعد كيكون واحد الانفصال عاطفي وكيبدا الوليد كيبني واحد الهويه ديالو كوم انديفيديو كانسان بوحدو. دونك ملي تيجي واحد اخر كيزاحمو في هذيك لا بيريود كيعاود يرجع للتعلق، كيخاف انه ياخذ الحريه ديالو، ياخذ الاستقلاليه ديالو. دونك فعلا ملي كيكون وليد اخر كيجي في ديك عامين 3 سنين كتجي شي شويه صعيبه، ولكن هادشي ما غاديش يخلي الوالد لا ما غاديش نولد او لا غادي بلاتي نعطل او لا شي حاجه. هادشي تيبرهن يعني الاباء امل سبتي هما السبب الرئيسي لاصابه الاطفال بالغيره ديالهم؟ ماشي سبب، ولكن هما الطريقه باش كيتصرفوا مع الاطفال اللي كتجي تخلي الحده غادي تغير في الحده من الغيره، وايضا غادي تخلي كيفاش الوليد ولا البنيته غادي يعيش الغيره، واش غادي يعيشها كانها مرحله طبيعيه في لاكروسونس ديالو في النمو ديالو العاطفي، اولا كيعيشها كمشكل. كثير من الاباء ربما يلجؤوا امام السبتي لاستعمال كلمات في هذه المرحله ديال الغيره، انت مغيار، انت ما كدير هذه الحاله، انت علاش تخوت، انت اش مالك شنو كاين، راه ما كاينش غير بوحدك، راه حتى هو خوك اكبر خطأ. اولا وما ما كايناش غير الغيره فقط من ما بين الخوت، ممكن تكون الغيره من ولد العم ولد الخال. اي شخص جديد غيجي يشارك هاد الطفل ولا هاد الطفله في المساحه اللي كانت عنده سنين هي غير بوحده.
أكبر خطأ في التربية وغالبا في أي شكل من التعامل مع الأطفال أنني نكر له واحد الإحساس، أنني نكون في نكر ننكر هذاك الإحساس، ما تقبلوش ما تقبلش الإحساس ديالو. أول طريقة ولا أوتي يعني آلة باش نتعامل مع الغير عند الأطفال هي أنني نعترف بالإحساس. الإحساس الوليد عنده الحق، من حقك تغير، من حقك تغير، وأنا يعني متفهمك أبسوليمو أنا متفهمك وأنا كنسمح لك كنعطيك الإذن، يعني جو توتوريز أنك تحس بهذا الشيء. أنا من جهتك من ناحيتك أنا حليفة لك. دونك أكبر خطأ هو أنني نكر هذا. علاش كدير بحال هكا لخوك؟ علاش؟ وغالبا داير الوالدين شنو تيديروا؟ تيبقوا دائما كيدافعوا على الصغيور، آخر العنقود، هذاك صغير انت كبير خاصك، يعني كينكروا له الاحتياج في الحب. كيكون كيف ما كان السن الاحتياج في الحب، عندي عام ولا عندي 10 سنين عندي نفس الاحتياج انني نعمر واحد الغيزيرفوار ديالي ديال الحب. ثاني خطا اللي كيديروا الوالدين والاباء هو انهم يكريستاليزي، يعني كيحجموا هذاك التصرف ديال الدري وكيسدوا عليه في واحد الكلمه اللي هي مغيار. الوليد ما عارفش شنو معناتها مغيار، ولكن حيت كنبقى نقول له راك انت كتغير، يعني جو كريميناليز هذاك لو كومبورتمون، يعني كنقول له المفهوم اللي عندنا على الغيره يكون كيخلي واحد الاجرام للاحساس. ماشي انت كتغير، شنو كتحس؟ هو كيتالم الوليد، راه ما راهش كيغير، ماشي تيغير غير هكا، ماشي تيغير، راه تيتالم. كتكون عنده واحد المنطقه ديالو ديال الحب، تيجي شي واحد تيزحمه في هذه السلطه، يعني هو كيتالم بعنف، ممكن يولي غوت، ممكن يولي غي تيضرب، ممكن بعض المرات تكتشفي شي حوايج في الاطفال ديالك كتقولي ما تنعرفش هذا الشخص، هي غير الغيره اللي كتخلي، هي غير الغيره واخا. اما نسبتي لاي درجه ممكن اطفالنا في المرحله ولا في الفتره اللي كيشعروا فيها بالغيره يتماداو وربما يوصلوا لتصرفات اللي هي خطيره؟ شحال ما اعترفت بها، شحال ما غادي تقدر تنزل الاعراض ديالها، شحال ما نكرتها ورفضتها، شحال ما بحال اي احساس بحال الخوف بحال الغضب، شحال ما رفضت هذه الغيره عند الطفل ديالي، شحال ما غادي تكبر الاعراض ديالو. الاعراض ديال الغيره مختلفه فعلا، كيقدر يكون يضرب ويخبط وهذا، كيقدر مثلا غيكون غير الوليد عنده 4 سنين ولا وكيخلق واحد البيبي صغير غيولي يدير تصرفات بحال البيبي، غيولي يدير بيبي في الحوايج ديالو، في الفراش ديالو، غيولي يهضر بحال شي دري صغير. في جميع الحالات شنو هذا التصرف، شنو المعنى؟ خصنا نديروا الفرق ما بين التصرف واللو بوزوان، يعني الاحتياج اللي كيعبر عليه الدري بهذه الطريقه. الوليد كيشوف ماما ولا بابا كيعطي لاتونسيون، كيعطي انتباه لشخص اخر، تيدير اي وسيله باش ياخذ الانتباه. الا بقيت كنغوت عليه راه كنعطيه الانتباه، كنولي بحال اللي كنعطيه جائزه، غيقول انا ولو نضربو ولو نضربو، يعني ولو نغوت عليه ولو كياخذوا جائزه، غيبقى يعاود هذاك التصرف. دونك الوليد ملي كيدير شي تصرف خاصني نفرق ما بين الاحساس ديالو اللي هو الغيره اللي هو الطبيعي، ورده الفعل للتعبير على الغيره ديالو. تماما. كنسمعوا في كثير من الاحلام اللي تيكونوا عدد ديال الخوت حتى كيكبروا، عاد كيبداو تيكونوا الوالدين انت كتبغي ولدك ولا بنتك اكثر مني، انت ديما تتفضلوا عليا. واش هنا ممكن نقولوا ان هذه غيره كانت دفينه في الطفوله وما بدات كتخرج حتى كيجيو مواقف وحنا كبار؟ وي، كيف قلت لك زينب، الغيره كتساهم في بناء الشخصيه ديال الانسان. الوليد ولا البنيته ملي تيكون صغير تيبني الشخصيه ديالو من ضمن الاشياء اللي تيبني بها الهويه ديالو، العلاقه ديالو مع المحيط ديالو، كيفاش كيشوف راسو، كيفاش كيشوف المحيط، كيفاش كيشوف المرتبه ديالو في المحيط ديالو. هذا الشيء غادي يساهم انه غادي يبني واحد الهويه كانسان، شخصيه كانسان كبير. الا كان في الاول ملي كان صغير كانوا تيقارنوه، مثلا تيقارنوهم دائما، هذيك المقارنه من اكبر الاخطاء اللي كيديروها الوالدين. شوف خوك تيقرا مزيان، شوف اختك كتجلس، شوف ساكت وانت كترون، شوف هذه غتخلي دائما الوليد ما كيعرفش يدير يعطي قيمه للتصرفات ديالو، كيبقى دائما القيمه ديال التصرفات ديالو كتبقى دائما مقارنه مع شي طفل آخر او لا انسان اخر، او لا انت ما درتيش ما فعلتيش، شوف الاخر دار. كيكون هذا هو المشكل. ايضا كتبني الشخصيه ديالنا بالطريقه باش كنشوفوا البيئه. مثلا الا كان
كان الوليد ولا البنيته فاش كان صغير تيشوف شي حاجه كانها ظلم كانها عدم عدل، يعني كيشوف ان التصرف الوالدين كيخليوه يبني واحد المعتقد انه العالم غير عادي، الناس الاخرين غير عادل. التصرف الناس الاخرين ما غيكونش عادل معايا، غتبقى دائما عنده حقانيين، ماشي حقانيين، غتبقى دائما عنده هاد الرؤيه، وغيبقى دائما يفسر العالم عبر هاد. امل سبتي تكلمتي بلي قلتي من المهم جدا نعبر للطفل ديالي او للبنيته ديالي بلي انا فاهم الغيره ديالو من اللي من حقه، وبلي من حقه يدير رده فعل. حلول اخرى بسيطه تساعدنا اننا نمروا المرحله بسلام ونكونوا قراب لوليداتنا في اقل من دقيقه اذا ممكن. وي المشكل ديال الغيره هو مشكل الوالدين، المشكل الوالدين ما كيبغيوش، عندهم صعوبه باش يتقبلوا انهم وليداتهم كيتخاصموا او ولادهم. اول شيء يتقبل الغيره، راه الوليد محتاج يحس هذا الشيء. ثاني شيء لا فيريتي، يعني مواجهه الحقيقه، مواجهه الحقيقه هي ولدي كيغير ولكن ايضا هي نقدر انا ما كنتش كنبغي وليداتي بحال بحال، كنبقى نكذب على الدري كنقول له كنبغيك بحالك بحال هذا كلكم بحال بحال، ولكن في تصرفاتي في الواقع ما كتبينش. نعترف نعترف ونقول لوليد الحقيقه، راه هذا صغير كيحتاج انتباه اكثر منك، او هذا كبير كيحتاج وقت، او لا او لا. يعني دائما نواجه الوليدات الحقيقه. ثانيا ما ندخلش ملي تيكون خصامات بين وليداتي، نخليهم يحلوا المشكل، ما نجيش ندافع على واحد ضد واحد، نخليهم يتعلموا الحياه، يتعلموا انه الحياه كيكون خصام على لو تيريتوار، ويتعلموا يحلوا هذه المشاكل، يحلوا المشاكل ديالهم. شكرا لك امال السبتي. مشاهدينا مازالين مكملين معكم حلقه اليوم، من دابا شويه راجعين نتكلموا فقره تعرف اش تاكل على الفيتامين دي، ولكن قبل شنو رايكم شو نتعرفوا جميع كيفاش ممكن نحضروا الموس الشوكولا بلافوكا والبنان وفقره مليت شيف. اهلا مشاهدينا، الوصفه ديال اليوم هي عباره عن موس بالشوكولاته ولكن معدله واحد شيء باش تكون صحيه. ندوزو دابا المكونات باش نشوفوا شنو غادي يخصنا لهاد الوصفه. غادي يخصنا بنانا، افوكا، حليب ديال اللوز، العسل، بودره ديال الكاكاو بدون سكر، هنايا عندنا الشكلاط كحل 70% ديال الكاكاو، وعندنا اللوز. ندوزو دابا لطريقه التحضير. اول حاجه غادي نديروها هي غنوجدوا ان با ماغي باش نذوبوا الشكلاط ديالنا الاسود. غادي نقطعوه باش دغري دغيا يذوب. نحطو الشكلاط دابا باش يذوب لينا. على ما يذوب لينا الشكلاط ندوزو لطريقه التحضير ديال لافوكا والبنان. اول حاجه غادي نديروها هي نقطعو البنان، نقطعو صغير ونحطوه في البلاندر. ندوزو دابا لافوكا نقطعوها حتى هي، ما تحتاجوش تقطعوها صغيره حيت كلشي غادي نخلطوه هنايا في الخلاط. ما نساو الشكلاط مره مره نشوفو واش دار ونخلطو. نزيدو العسل، غادي نزيدو الكاكاو نحطو كامل ونرجعو الشكلاط باش نشوفو واش دار لينا. من بعد ما برد لينا الشكلاط ديالنا كما تتشوفوا دب وبرد، دابا غادي نزيدوه مع التخليطه الاولى.
نزيدو شويه ديال الحليب ديال اللوز. نصبوه ونمشيو نخلطوه. نوزو دابا الدغيساج، نحطو لاموس ديالنا هنايا في هاد نحطو شوية د اللوز الفوق من بعد ما سالينا الدغيساج نحطو دابا لاموس ديالنا تبرد واحد شوية في التلاجة باش تقبط لينا. هيا لاموس ديالنا من بعد ما بردات جينا باش نقدموها، زدنا واحد شوية ديال الشكلاط يعني زيناها واحد شوية قبل ما نقدموها. نتمنى على أن هاد الوصفة نالت إعجابكم وش هي طيبة. مشاهدينا مازال مكملين معكم حلقة اليوم من برنامج أسرتي. جا الوقت باش نتكلموا على الفيتامين دي. كثير من الناس تيقول لك عندي مشكل ديال الفيتامين دي، هذا مشكل ولا هذا المرض تنعاني منه سببه نقص الفيتامين دي، كل هذه راه الفيتامين دي مهمة، دير هذه جلس في الشمس راه الفيتا كتجيب الفيتامين دي، راه هذا الشيء مزيان للصحة ديالك. الفيتامين دي علاش لهذه الدرجة مهم؟ أسئلة كثيرة جاوبنا عليها الدكتور عبد الخالق رمضاني الأخصائي التغذية وفقرة عرف اش تاكل. دكتور رمضاني يا اهلا وسهلا من جديد. أهلا. الفيتامين دي والحديث الكثير عليه، شنو هو الفيتامين دي؟ هو فعلا الفيتامين دي والحديث كما قلتي ولا عليه كثير، وخاصه دابا مع كورونا ما دخلنا حتى هو داخل في البروتوكول نظرا للاهميه ديالو، فبدينا كنهضروا عليه بزاف. الفيتامين دي هو بعجاله واحد من هذوك الفيتامينات اللي كتحتاجها الذات ديالنا. هو عنده خاصيه، ملي كنهضروا على الفيتامينات كنهضروا على الأ والبي والسي والأو والكا، هذه كامله فيتامينات اللي الذات ديالنا كتحتاجها. الفيتامين دي عنده واحد الخاصيه، الخاصية ديالو هو أنه خاصة كيتكون عندنا في الذات ديالنا. والوظائف اللي كيديرها كيخلينا نصنفوه تقريبا على أنه هرمون. هاد الفيتامين دي نبغي نشير كذلك على أن الأهمية ديالو، علاش مثلا؟ لأنه في واحد العدد كبير من المشاكل الصحية اللي كتقدر تصيبنا كنلقاو الفيتامين دي. هشاشة العظام من بينها، هشاشة العظام، المناعة، الصحة ديال المفاصل، بعض الأنواع ديال الاكتئاب، في بعض الوقاية بعض الأورام، و المشاكل ديال داء السكري، مشاكل ديال السمنه، يعني عنده دور الضغط الدموي، يعني داخل في بزاف الحوايج. علاش؟ لانه تقريبا الفيتامين دي اللي كنهضروا عليه، الفيتامين دي تقريبا داخل في يا اما بشكل مباشر ولا بشكل غير مباشر، في انه كيخلي الوظيفه تكون ديال واحد تقريبا 2000 جين لي يعني من دوك الجينات اللي عندنا في الوظيفه ديالهم كتستوجب ان الحضور ديال الفيتامين دي سواء بشكل مباشر ولا بشكل غير مباشر. الفيتامين دي بلا بيه ما نقدروش نقولوا على ان احنا عندنا واحد، ديما كنهضروا على البيلون فوسفوكالسيك نظرا للاهميه ديالو، الكالسيوم والفوسفور مهمين، ولكن كنساو الاهميه ديال الفيتامين دي باش تكونوا هاد جوج الحويجات في الذات ديالنا متوازنين متوفرين. كذلك هاد الفيتامين دي كتخدم باش كتدخل كذلك حتى في الوظيفه ديال الهرمونات اللي كيقادوا لينا هاد الكالسيوم وهاد الفوسفور، وكيخليو كذلك حتى الكالسيوم مثلا يتوزع يمشي للبلايص اللي خاصو يمشي ليها، باش ما كيمشيش بقاش لينا حاصل في شي بلايص اللي ما خاصوش يكون فيها، مثلا فحال في بعض العروق مثلا كيقدر يتسبب لينا في اللي كنسموها مع البعد كتقدر تعطينا لاتيروسكلوروز اللي هي العروق كيقصحوا لينا ما كيبقاوش يتمدوا، وبالتالي كيقدر يعطينا مشاكل على مستوى ديال القلب والشرايين. كذلك
ديك هاد وكيف قدر يمشي لنا حتى لبلايص اخرين. الكالسيوم باش يكون عندنا في العظام ديالنا خاصنا ضروري الفيتامين دي. هي كذلك كاين حتى الاهميه ديال الفيتامين ك ك2، ولكن الحمد لله هنا غير الامعاء ديالنا الوظائيه الا كانوا الجرثومات اللي فيها في صحه جيده راه كيعطيونا الكافي ديالنا من هذا الفيتامين هذا. اما الفيتامين دي هنا فين منين كنجيبوه وفين غنلقاوه؟ قبل ما نعرفوا منين كنجيبوه وفين غادي نلقاوه، امانه السبتي تكلم دكتور رمضاني باللي ممكن يساعدنا اننا نجاوجوا مجموعه من المشاكل الصحيه ومشكل الاكتئاب متعلق بصحتنا النفسيه. واش المشكل ديال ان السيدات والكثير من السيدات هم الاكثر عرضه لانهم كيعانيوا من نقص المخزون ديال الفيتامين دي يفسر ان كنمروا بفترات اكتئابات موسمية مجموعة من الأشياء أكثر من الرجال مرتبطة بالفيتامين دي؟ فعلا ماشي غير المشكل ديال الفيتامين دي، ولكن زيد عليها المشاكل الهرمونية ديال السيدات، زيد عليها طريقة باش السيدات كيعيشوا، زيد عليها طريقة أنه السيدات كيكونوا مرهقين كيخدموا برا كيخدموا في الدار كيخدموا كأمهات، زيد عليها التعب اللي كيخلق من الولادات المتعددة. هاد شي كل شي كيخلي المسؤولية اللي كتكون كلها كيخلي بما فيها نقص الفيتامين دي. فين غنلقاو فيتامين دي دكتور رمضان؟ هو اللي قبل ما فين غنلقاو نبغي نشير على انه الاهميه ديال الفيتامين دي للذات ديالنا كتكونوا فين كيتكون بالاخص في البشره ديالنا ملي كنتعرضوا للاشعه ديال الشمس. هنا ربما الناس كيقول كده خاصنا نتشمشوا بزاف واحد المده طويله باش نقدروا نصوبوا الفيتامين 20 دقيقه كافيه. هي نقدروا شويه مع حتى مع الضحاك اللي كنضحاول شويه مور العصر، يعني واحد ربع ساعه بالنسبه للناس اللي البشره ديالهم بيضاء اولا اكثر بالنسبه للناس اللي ما حد البشره كتسمار ما حدنا كنحتاجوا واحد أكثر. المده اطول علاش؟ لانه كاين واحد الماده ديال الميلانين اللي كتخلي ديك الاشعه خاصه الفوق بنفسجيه اللي زيت فيولي كتخليهم انهم ما كيدخلوش مزيان للذات. هذوك الاشعه مهمين كيتلاقاو مع الكالسيوم والكوليسترول باش كيقدروا يكونوا لينا واحد الكوليكالسيفيرول واحد الماده اللي هي الفيتامين دي 3، ولكن هذا الفيتامين دي 3 باقا ما كملاتش لان باقا خاصها تمشي للكبد باش كيكونوا واحد التغييرات عاوتاني باش الكالسيديول من بعد منها كتمشي غالبا الكلي وتما فين في الكلي باش كان واحد العمليه ديال افراز وعاد الامتصاص باش كتولي كالسيتريول اللي هي فيتامين دي النشيطه واللي كتعطي ديك الفعاليه. هذيك الفيتامين دي ملي خرجات يلا خرجت من الكبد هذيك الكبد ديالنا كتقدر تصوبها وهنا تما كاين فين كتقدر تخزنها كتصوب. اللي نبغي نشير ليه كذلك هو ان الفيتامين دي بحكم لانها القلب ديالها كوليسترول يعني كنقدر الدات ديالنا نخزنوها وفين كنخزنوها كنخزنوها في المواد الدهنيه ديالنا. هادشي علاش الناس اللي عندهم السمنه كتكون عندهم واحد النسبه كبيره ديال الدهون وبالتالي حتى داك الفيتامين دي كيتخزن بشكل كثير لدرجه انه ملي كنحتاجوه في الدم ولا كنحتاجوه للوظائف ديالو كنلقاوه قليل. هادشي داير انا في مثلا في العلم ملي كنبغيو نكملوا نعطيوهم كمكملات غذائيه فيهم فيتامين دي 3 كنعطيهم واحد النسبه كبر اكثر من العادي ديال الفيتامين دي 3. اذا كما ذكرت هاد الطريقه باش تكون خاصنا كما ذكرت وظائف مزيانه ديال الكبد وظائف مزيانه ديال الكلي وكذلك ديك الصفاره كتفرز بواحد الشكل صحي خاصنا كذلك يكون عندنا واحد حاضر عندنا الكالسيوم بشكل طبيعي. هذاك الكالسيوم كذلك حتى الامتصاص ديالو كتدخل فيه فيتامين دي 3 يعني اللي هي الفيتامين دي اللي كنا كنعرفوها كذلك. يعني الفيتامين دي في نفس الوقت محتاجة للكالسيوم باش تصوب وكذلك الكالسيوم باش تم الامتصاص ديالو وتم التوزيع ديالو وباش يدخل للعظام باش يؤدي الوظيفه ديالو كذلك في العضلات خاصو الفيتامين دي. واخا المشاهدين ديالنا اكثر غيقول لك اوكي كاينه الشمس غتعطيني الفيتامين دي هي الاساس، ولكن في الماكله ديالي في نظامي الغذائي شنو هما الحاجات اللي نلقاها فيهم وكيفاش نسبه الاستهلاك المنصوح بها؟ هي هاد النسبه ديال الانتاج تقريبا واحد ثلثين وفي بعض الاحيان حتى 90% من الحاجيات ديالنا. هي فين غنلقاو الفيتامين دي 3 في الحويجات اللي غادي ناكلهم؟ وهنا غادي يكون كذلك غادي يكون عندي عليها تعليق.
متى اولهم نقدروا نبداو بالاسماك. أيه. الاسماك حنا معروفين بالسردين مثلا، السردين من بين الحويجات اللي غنيين بالفيتامين دي 3، وهنا الفيتامين دي 3 اللي غادي نلقاوه في هذه الحويجات اللي غناكلو غيكون الانواع ديالو بجوج، كوليكالسيفيرول ولا ليرغوكالسيفيرول. شنو هو كوليكالسيفيرول؟ واللي كنسموه دي 3 هو نفسه تقريبا اللي حنا كنصوبوه. الفيتامين دي 2 اللي هو ليرغوكالسيفيرول هو اللي كنلقاوه غالبا في النباتات. وهنا ملي كنهضروا على النباتات راه واحد المجموعه كذلك ديال النباتات اللي غنقدروا نلقاو فيها واحد النسبه، بحال مثلا واحد المجموعه ديال الزرارع اللي كان حنا كنتناولوا، واحد المجموعه ديال النباتات اللي حنا كنتناولوهم مثلا من الخضر من الفواكه، شحال ما خلطناهم شحال ما نوعناهم، شحال ما كان عندنا تنوع، شحال ما كان عندنا تنوع، شحال ما غادي نحصلوا على واحد الكميه ديال القمح مثلا الشعير، هادو كاملين المصادر ديال الكالسيفيرول اللي كتجيك باش كتكمل لينا الحاجيات ديالنا اليوميه. اذا اللي بغيت نشير لك كذلك هو انه هذاك النوع الثاني غادي نلقاوه مثلا في الخضار، غنلقاوه في جميع النباتات اللي هو النوع الدادو ولا الكالسيفيرول. هذا النوع الدادو كما ذكر ولو بكميه قليله كما ذكرت، غنلقاوه مثلا في القمح في الحبوب بالانواع ديالها كامله، غنلقاوه مثلا في دوك الزرار اللي حنا كنا موالفين كنديروهم كنستعملوهم، غنلقاوه كذلك في واحد المجموعه ديال الخضر. وهنا الاهميه ديالهم هو انهم غادي يعطيونا حتى واحد المجموعه اخرين من الفيتامينات واملاح اللي الذات ديالنا كتحتاجهم ابتداء من التكوين اللي كنا غادي نتشمشوا باش هذيك العام الوظائف ديال هذيك الهرمونات والانزيمات اللي غادي تدخل باش تصوب لنا الفيتامين دي 3 كذلك بطريقه سليمه. هنا اللي بغينا نمشيو غير باش ناخذوا فكره على انه التغذيه بوحدها راه ما كافياش، غنعطي هاد الامثله بسيطه. مثلا الا بغينا الحاجيات اليوميه ديالنا من الفيتامين دي يعني تكون جينا عامل الماكله، خاصنا تقريبا ناكلو تقريبا واحد 24 سرديله في النهار مثلا. ناكلو تقريبا واحد 5 كيلو ديال الزبده، 2 كيلو ونص ديال الكبده مثلا، 24 ما بين 20 24 بيضه بطبيعه الحال ما يمكنش. اذا التغذيه يلاه كتقدر تعطينا في جمعي الله الا كثرنا واحد ثلث ثلثين. اما الثلثين فضروري من التغذيه تكون صحيه، وظائف صحيه ديال الكبد وديال الكلى، هذه مساله اللي كنركزوا عليها. ان احنا ما كنستعملوش بزاف هذوك لي زيكرون، حيت للاسف لاحظنا ان احنا كنديابوليزيو الشمس، ولينا ولا واحد التخوف اللي هو ماشي عادي من الشمس. هي الشمس بطبيعه الحال خاصنا ما نكثروش منها، ولكن ضروري نتعرضوا لها، ضروري نعرضوا لها شي مناطق من الجسم ديالنا بواحد المده زمنيه كيف ما ذكرت على حسب النوعيه ديال البشره نتاعنا. ديال البشره ديالنا اطفالنا باش نتفاداو انه في مرحله من مراحلهم العمريه يكون عندهم مشكل الفيتامين او نقص الفيتامين دي، كيفاش خصها تكون التغذيه ديالهم من الاول؟ هي الاطفال ديالنا الفيتامين دي 3 الفيتامين دي كما ذكرت شحال هادي زمان العادات ديال زمان كانوا دائما كياخذوا الوليدات وكيشمشوهم، يعني كيعريو لهم الرجيلات ديالهم حتى الفخيدات. اي سن واخا يكون تربيه، اما التربيه الا كانت الجو مناسب كنقدروا نغطيو ونشمشوا لي واحد البليصه اللي ديما ولا رجلي. هذه مساله اللي كانت داخله في العادات، وراه كانت هذه كذلك عاده كانوا كيديروا حتى الناس القدام، حتى بالنسبه لدوك الوليدات الصغار اللي كيجيهم هذاك بوصفير داك ليكتير فيزيولوجيك اللي كان كيجيهم في الابتداء في الايام الاولى من الحياه، ومن بعد كيبداو يشمشوهم. علاش كيقول لك؟ لانهم هذه حيت كما ذكرنا الفيتامين دي الا كان عندنا نقصان فيه كيكون تاثير على العظام، الا كان تاثير على العظام كيقدر يولد لنا بعض الاعوجاجات لا على مستوى الاطراف في مرحله النمو، لا على مستوى ديال العمود الفقري، يعني كنلقاو لوردوسي فوس كوليوز هادو كاملين بعض المرات كيقدر يكون الفيتامين دي السبب فيهم. اذا هذاك الشيء علاش مثلا في البرنامج ديال وزاره الصحه في البرنامج العالمي كامل الدول ولات كدير ديك الجرعات التكميليه ديال الفيتامين دي في الولاده في 6 شهور، وبعد مرات كيديروهم حتى ديال العام. علاش؟ لان هذا التكميل هذا كيخلي ان الوليد بحكم على ان حنا ما بقيناش كنشمشوهم بزاف، بحكم على ان حتى المصادر اللي كنعطيوهم ما كتكونش مهمه ديال الفيتامين دي كيتفاداو
المشاكل الصحيه اللي كتقدر تجي في التغذيه ديالو. هذوك الحويجات اللي حنا ذكرناهم ابتداء تقريبا من 6 شهور في التغذيه ديالنا، مزيان ان احنا نبداو ندخلوا لديك المصادر اللي انا ذكرت، اللي منهم مثلا حيت حتى كما فهمنا على ان الفيتامين دي باش د ديالنا تصوبوا خاصه كوليسترول من نوعيه جيده. اذا خاصنا نعطيو واحد المواد الاوليه للذات ديالنا اللي هي دهنيات صحيه. الاهم كيبقى هو المصادر اللي هي حيوانيه، وخاصه اللي كنركزوا عليه بزاف هو الاسماك والبيض البلدي مثلا. هادو كيبقاو مصادر مهمه ديال هاد الدهنيات اللي الذات ديالنا كتحتاجها. بلا ما ننسى كذلك الاهميه ديال فيتامين أ. ربما ملي كنهضروا على الفيتامين أ أول حاجة كنتفكروها هي لا كاروت. إذا ممكن هذه آخر معلومة دكتور رمضان. الفيتامين أ والفيتامين دي فراهما يام جوج الحويجات اللي تقريبا ما كيتفارقوش، دائما كيمشيو مع بعضياتهم، ديما خاصهم يكونوا مع بعضياتهم ضروري. هادشي علاش حتى ديك الخضر اللي حنا غادي نتناولها ولا الفواكه ولا مزيان انها تكون ملونه باش تعطينا واحد الكميه مناسبه من هاد الفيتامين هذا. شكرا لك دكتور رمضاني. مشاهدينا الحمد لله حنا في بلاد اغلبيه شهور السنه كاين عندنا الشميشه، ما فيها باس ندير واحد الوقيت نجلسوا حنا وليداتنا في الشمس، كل واحد حتى الشرجم حتى في التراس ديالو في السطح، نجلسوا نجمع مع بعضياتنا او ميم طون نخليو الجسم ديالنا يستافد من اشعه الشمس باش نكونوا في صحه جيده. غادي نمشيو هذه المره لموضوع اخر يتعلق بالجمال. كثير من السيدات ربما تختاروا انهم يخضعوا ليبيلاسيون ديفينيتيف او لازاله الشعر بطريقه نهائيه. اليوم فقره جمال فرصه باش نتعرفوا على مجموعه من المعلومات المهمه بخصوص هذا الموضوع، وضيفتنا السيده ساره صحيته خبيره في التجميل. اهلا وسهلا ساره صحيتها، مشرفنا في بلاطو اسرتي. ليبيلاسيون ديفينيتيف ربما كثير من السيدات داروها، وعدد من السيدات تفكروا انهم يديروها. اليوم فرصه نتعرفوا على مجموعه من النقط المهمه. واش ازاله الشعر بشكل نهائي تصلح لجميع الحالات؟ لا، ازاله عندها شروط. ازاله الشعر بطريقه نهائيه ولا ليبيلاسيون ديفينيتيف هي ثوره في عالم ازاله الشعر. هذه 21 سنه الاخيره، ولكن راه خصنا نحترموا فيها قواعد ما كنديروهاش. كاينه شروط كاين دي كونتر انديكاسيون. كاينين الناس ما يمكن ليناش نديروا لهم هاد ليبيلاسيون ديفينيتيف، بحال ناس عندهم تعفنات جلديه عندهم حروق عندهم التهابات، بحال الناس اللي تعرضوا لاشعه الشمس بطريقه كبيره. الناس اللي مشاو الحمام وحكوا دونك مباشره من بعد ما يمكنناش نديروا لهم. الناس اللي عندهم مشاكل هرمونيه كذلك، بالنسبه للناس اللي عندهم المبيض تعدد الكيسات او لا ليزوبيكا كذلك، بالنسبه للمراه الحامل، بالنسبه للاطفال بيان سور الاطفال قبل سن البلوغ ما يمكنش، ومن بعد سن البلوغ كاين تهيجات هرمونيه ما كي اون ايفيت في هذيك المرحله انهم نديروا لهم ليبيلاسيون ديفينيتيف. الوغ ليبيلاسيون ديفينيتيف باش تكون ناجحه وتعطينا نتيجه افضل في الحالات المسموح بها. سمعت باللي اذا كانت الشعره ديالك رطبه ما تصدقش ليبيلاسيون ديفينيتيف. واش بصح؟ تماما، ليبيلاسيون ديفينيتيف ما كتكونش على الشعر الابيض ولا الناس الزعر اللي عندهم شعره شهبه والناس اللي عندهم البوال غو ورطب. دونك فين كتنجح؟ كتنجح بالنسبه للناس اللي عندهم شعره غليظه وواقفه قاصحه وكحله، كتكون فيها لا ميلانين. حيت شنو هي هاد لو لازير ولا ليبيلاسيون ديفينيتيف؟ هو واحد شعاع ضوئي كتمتصوا لا ميلانين اللي كاينه في الشعره، كتهبطوا البصيله ولا الجدر ديال لو بوال، وكيتحول الحراره وكتحرق كيتحرق داك الشعره وتما كيموت. دونك ملي كيكون شعره عندها فيها الانكسي دو ميلانين تما فين كتكون نتيجه افضل ناجحه، وكتكون لابو كذلك البشره كتكون كليغ. ملي كتكون البشره كليغ ورزغبه كحله وواقفه هذوك هما الناس اللي كتنجح فيهم ليبيلاسيون ديفينيتيف. شنو هما مناطق الجسم اللي ممكن نقوموا بليبيلاسيون ديفينيتيف؟ يمكن لينا نديروها في جميع مناطق الجسم، كنتفاداو غير لو كونتور دي زو، لان العين حساسه. واخا
شحال من حصه ساره ممكن نديروا؟ قبل ما نهضروا على شحال من حصه خصنا نعرفوا بان لو بوال او الشعر كيدوز من مراحل النمو. أيه؟ دونك المرحله الاولى كتسمى مرحله النمو او المرحله الاناجين فاز اناجين، هذيك المرحله هي اللي كتكون فيها ناجحه ليبيلاسيون ديفينيتيف مرحله النمو. في مرحله النمو كاينه المرحله الثانيه اللي هي مرحله الارتياح او لو روبو، والمرحله الثالثه اللي هي مرحله الموت او لا فاز تيلوجين. دونك ليبيلاسيون ديفينيتيف كتكون غير في مرحله النمو. وهذيك المرحله أخرى لا ما كتكونش. وهذيك المرحله علاش كيكونوا عندنا حصص ديال لو لازير؟ حيت هذيك مرحله النمو تقدر تدوم ما بين 4 حتى 18 شهر. وما لو بوال ما كاينوش او الشعره ما كتنوضش في الجسم كامل في نفس الدقه واحده، كاين فيه كل بلاصه كتنوض فيها في الوقت باش على حسب عدد الحصص كل مره نديروا بلاصه. دونك ما كنكونوش كنهضروا على اقل من 8 حصص باش كتكون ليبيلاسيون ديفينيتيف ناجحه 8 ديال الحصص. من بعد كل حصه شنو هما الاحتياطات الواجب اتخاذها باش لا قدر الله ما نعرضوش البشره ديالنا المشاكل اللي نقدروا ندموا عليها من بعد، ولا باش ما يطراوش او لا تكون تاثير على النتيجه ديال ليبيلاسيون ديفينيتيف؟ اول شرط هو كنقولوا لا بيرسون ولا الشخص اللي دار هاد ليبيلاسيون ديفينيتيف عندك تعرض لاشعه الشمس. حيت كاين بيان سور، حيت كاين الناس اللي كيقول لك صافي غير قالوا لي ما نوتيكسبوز، ولكن ممكن نعرض لا مشاكل كثيره، ولا نمشي للحمام، ولا نقوم بوضع شي كريمات ما عرفش المفعول ديالها ولا ديالهم. دونك كنتفاداو هاد الاشياء. المده ما بين كل حصه وحصه تقريبا شحال؟ كتداوم على حسب الدوره ديال النمو ديال لو بوال. دونك كنعطيو واحد شهر حتى شهر ونصف ما بين حصه وحصه. واخا فاش كنتكلموا على ازاله الشعر بطريقه نهائيه كنسمعوا في بعض الاحيان تتقول لك انا درت ليبيلاسيون ديفينيتيف ودرت كل شيء ولكن عاود خرج لي الشعر، علاش ممكن يعاود يخرج الشعر؟ اولا كاين واحد جوده ديال لا ماشين اللي درنا بها لو لازير. دونك لو لازير خصنا نعرفوا بانه كاين انواع ديال لو لازير، لو لازير جود، لالكسندريت، لو اندياغ، وكاين حتى لا لوميير بولسي. لا لوميير بولسي كتختلف على لو لازير بداك الشعاع او لا لونغور دونت، طول ديال الموجه. دونك هادو كلهم انواع ديال لو لازير. كاين اول حاجه اول كريتير الجوده ديال لا ماشين، الفعاليه ديال المستخدم ديال داك الاله، طريقه باش بيان سور خصو يكون عنده دراسات ويكون كوف انه يستخدم هذيك لا ماشين ديال لو لازير. كاين نوعيه ديال الشعره من ناحيه السماكه سمك ديالها، ومن ناحيه ديال اللون ديالها. كاين كناخذوا بعين الاعتبار ايضا دوره النمو، داك لو سيكل بيلاغ. الا درناها في مرحله ماشي دوره نمو الشعر ما غادي يعاود يخرج لنا الشعر. تماما. وكاينه هرمونات ممكن تكون سبب، بيان سور مسبب كبير. كاين المشكل الهرموني او لا بالنسبه لهذوك الناس اللي عندهم ليكسي ديال الشعر وعندهم مشكل هرموني كيكون لو لازير طرف من الحل، مي ماشي الحل، ماشي الحل نهائي. دونك خصنا نقدروا ليبيلاسيون ديفينيتيف، بيان سور خصنا نقدروا الهرمونات ديالنا، نقدروا الهرمونات مع طبيب مختص عادي يمكن لينا داك الساعه نقوموا ليبيلاسيون ديفينيتيف. شكرا لك ساره، صحيت علي انك شرفتينا بحضورك في حلقه اليوم، وشكرا لنصائحك لينا ايضا. مشاهدينا جا الوقت باش نمشيو لفقره مبادرات، وهذه المره من خلالها غنتعرفوا على مبادره جديده وتستحق التشجيع، مبادره جداره واللي تتهتم وتتكفل ماليا بالحاصلين على اعلى النقط في البكالوريا. نتعرفوا اكثر على هذه المبادره رفقه ضيفنا السيد هشام الشافعي رئيس لجنه الانتقاء بالمؤسسه المغربيه للطالب. خليكم معنا راجعين بعد الحلقات. سيدي هشام الشافعي اهلا وسهلا، مشرفنا في بلاطو اسرتي. شكرا لكم على الاستضافه والدعوه. جداره هي مبادره تهدف للتكلف ماليا بالحاصلين على اعلى النقاط في البكالوريا، وكتهدف ان هاد الوليدات يكونوا من الاسر المعوزه. الوغ امتى بدات مبادره جداره؟ الوغ مبادره جداره او لا اف ام او اللي كانت الاسم ديالها لا اف ام او بدات في 2001. أيه؟ والفكره جات عن طريق واحد البنيته كانت حاصلة على البكالوريا من أسرة معوزة. أيه؟ وبغات دير واحد الدراسة عليا
واحد المدرسه خصوصيه ما كانش يمكن لها ديرها. دونك الفكره جات من هذيك يعني ديك البنيته اللي بدات في واحد المدرسه خصوصيه من 2001 بدات هذه الفكره وبدينا نشأنا جمعيه لاستقطاب الطلبه المتفوقين دراسيا الحاصلين على معدلات مهمه في البكالوريا واللي كيكونوا من اسر معوزه ولا اسر ذات دخل محدود او من في مناطق نائيه او مناطق نائيه من المغرب كله وايضا من دور الرعايه الاجتماعيه. الاجتماعيه فاش نتكلموا على مبادره جداره تنتكلموا على اعلى نقاط البكالوريا كيفاش كتحدوا هذه النقاط كتبدا من شحال؟ الوغ بالنسبه للانتقاء لهاد التلاميذ ولا التلميذات عندنا سكون ابل ان سكورين يعني كنحاولوا انه التمثيليه تكون جغرافيا يعني كاع المناطق ممثله جغرافيا كنحاولوا انه النقط المحصل عليها يعني الاكاديميه يعني النقط الاكاديميه تكون هي الفاصل ولكن كاين شي حوايج واحد اخرين اللي كيدخلوا في تحصيل النقط ولا في يعني في هذا الاختيار ديال المعدلات كاين المعدل كاين الظروف الاجتماعيه كاين يتيم ولا ماشي يتيم كاين اطفال متخلى عنهم ايضا اللي كانوا في دور الرعايه الاجتماعيه يعني لاي درجه هو محتاج باي درجه محتاج وكاين ايضا الشعبه اللي كيدير في البكالوريا كنحاولوا ان جميع الشعب تكون عندنا ممثله في يعني في الانتقاء هذا الشيء اللي كيخلينا اننا نحصلوا على المتفوقين دراسيا امال السبتك اخصائيه نفسيه مبادرات جميله مثل مبادره جداره اليوم مثل هذا المبادرات تساهم في ان هذا الجيل الجديد يكون عنده نفس للحياه وللمستقبل فعلا مبادره جميله بزاف وكتعطي الامل كاين بزاف مع الاسف حنا تنشوفوا هاد الوليدات اللي تيتشكاو اللي ما فرحانينش اللي ما تيديروش مجهود اللي فقدوا الثقه في المجتمع وفقدوا الثقه في المستقبل ولكن بحال هاد المبادرات كيخليو شي وليدات اللي باغي يوصل غير هو ما عندوش الامكانيات كيستمر عنده الامل وتقاتلوا مع الوقت كيف ما تنقولوا استاذ الشافعي المستفيدين نعم. غادي نمشيو ونشاهدوا روبورتاج لطالبه استفدت من منحه مبادره جداره وراجعين نكملوا حديثنا في برنامج اسرتي. مؤسسه جداره جمعيه تم تاسيسها سنه 2001 من اجل تمكين تلاميذ البكالوريا الاكثر تالقا والمنحدرين من مؤسسات الرعايه الاجتماعيه والاوساط الفقيره عموما من متابعه دراستهم الاكاديميه في المعاهد العليا والمهنيه الخاصه او العامه. ومرافقتهم حتى يتحقق إدماجهم المهني. طيرت المسيرة الدراسية ديالي كنت متفوقة سواء في المرحلة الابتدائية الإعدادية والثانوية وقدر يتكلل هذا النجاح ديالي بواحد المعدل مشرف ليا في البكالوريا استطعت نحصل على البكالوريا ديالي بمعدل 18.42 في شعبة العلوم الرياضية ألف واللي كانت أول نقطة في الجهة سنة 2019 قبل ما ندوز البكالوريا ديالي كنت شفت لانونس ديال المؤسسه المغربيه للطالب او جداره في لي ريزو سوسيو وجمعت الوثائق ديالي وقدمت الترشيح ديالي للمؤسسه ومورا ما حصلت على البكالوريا ديالي تواصلت معايا لا فونداسيون باش تبشرني انني تقبلت في هذه المنحه وانني وليت واحده من لي بورسيير ديالها. مورا البكالوريا ديالي كان عندي ديجا حلم ديال انني نكون مهندسه والان حاليا كنواصل الدراسه ديالي ب ليكول سنترال كازابلانكا كوم انجينيور جينيراليست وكنسكن نيت هنا في لو كومبيوس. جدارة عاونتني باش نمشي في الحلم ديالي ونحققه ما يكونش عندي تفكير في بزاف ديال الحوايج اللي شكون غيعاونني ولا شكون غيوجهني وشكون غادي يثق في الحلم ديالي. كنقول لهم شكرا شكرا بزاف حيت تاقوا في الحلم ديالي وتاقوا في الاهداف ديالي عاونوني وواكبوني وشجعوني انني نكمل في الطريق ديالي بلا ما يكون عندي ضغوطات اللي ما عنديش عليهم افي. دونك واحد النهار انا غنولي اكتر في هذه المؤسسه لانني كنامن بالغايه من الوجود ديالهم. مؤسسة جدارة أو مؤسسة الطالب المغربي كتاخذ الوليدات اللي عايشين في بيئة كما قلت لك محرومة ما عندهمش إمكانيات ولا الإمكانيات قليلة باش يقدوا يتابعوا الدراسة ديالهم العليا. كتشوفوا طالبه اللي هي فرحانه وهي تتكلم على التجربه ديالها وكتحس بانها تعطات لها فرصه في الحياه انها تحقق الحلم ديالها في تخصص.
الاختيار والمواكبة المالية أستاذ شافعي كيفاش كتم؟ واش مثلا هاد الطالب اختاريته بغى هاد التخصص بغى يقرأ في هاد المدرسة كتقولوا له مرحبا جي هالفلوس غنخلصوهم ليك ولا كيفاش كتم هاد العملية؟ ألو بالنسبة للعملية الانتقاء إلى سمحتوا لي اليوم يعني من 2001 إلى يومنا هذا 20 سنة 20 سنة ديال الاشتغال في ظل جمعية جدارة يعني سنة على سنة كنحاولوا أنه الطريقة ديال الاشتغال تكون أحسن أحسن. بالنسبة لهذه الطالبة اللي تكلمات في الروبورتاج يعني نموذج من قصص نجاح اللي عرفناهم يعني أتكلم وكل فخر لأنه كنت أنا والإخوان اللي في الكونسي دادمينسخاتسو يعني في مجلس إدارة شاهدين على قصص نجاح مبهرة ناس اللي كانت عندهم آفاق دراسية جد محدودة وكبناهم تحلوا لهم ببان جداد ماشي ببان جداد ولكن on les a fait réveiller يعني كنقول لهم حلموا نحن معكم حلموا غتوصلوا داكشي اللي بغيتوا الاسم ديال جدارة ما جاش اعتباطيا كيخصنا نعرفوا بانه دوك الوليدات ودوك البنات يستحقوا هذه المنحه يعني خذوها عن جدارة واستحقاق ماشي شي واحد اللي جا صدق عليهم هذوك هما يستحقوا البلاصه اللي هما كاينين فيها اليوم لا معدلات ديالهم لا هما كيف دايرين يعني الانتقاء تيكون بواحد الطريقه جد عقلانيه وجد تري ستريكت على اساس انه الا قلت لكم واحد الرقم اليوم راه عندنا 2100 مستفيد ومستفيده اللي دازوا جمعية جدارة اليوم 70% ديال المستفيدين والمستفيدات ديال جدارة مبادرة جدارة هم اوائل ديال الدفعات ديالهم يعني سي دي ماجور بخوم يعني هذا ما كيخلينا الا نزيدوا قدام يعني تيقول لنا بانه الطريقه باش نتقينا كانت طريقه صحيحه على صواب واخا نرجع لسؤالي اللي هو كيفاش كيتم التمويل واش على حسب تخصص اللي هما مختارينه ولا كتوضعوا كتقولوا لكل فرد ها هذا المبلغ مالي غادي يمشي كيفاش كتم الطريقه استاذ شافعي الوغ بالنسبه لطريقه التمويل عندنا يعني برامج متعدده في جدارة كاين برنامج التكافل كاين برامج خصوصيه يعني كاين شركه اللي كتجي كتقول انا اشتغل في هذا القطاع غادي ناخذ 10 ولا 5 ديال التلاميذ المتفوقين في هذه المنطقه بالذات كاين ايضا برنامج الالتزام المجتمعي يعني سي اونجاجمون سوسيتال اللي هو حتى هو داخل في الانتقاء هادشي كله كيخلينا انه كل سنه كتكون عندنا اون بروموسيون واحد البروموسيون واحد الميزانيه موجهه لهاد واحد الميزانيه ايضا كاين بعض المرات واليوم كنقوموا بواحد لا كونفونسيون مع لا ام بي سي بي بي يعني الجمعيه ديال المجالس الاقليميه ومجالس العملات باش كيساعدوكم ماديا باش يساعدونا ماديا ولكن كتب. انه كنعطيوهم فرصه انه التلاميذ اللي من ديك الاقليم يخدموا ماشي يخدموا مي يجيو يتابعوا الدراسه العليا ديالهم بواحد المنحه اللي كتعطيها ديك المجالس الاقليميه يعني كونطونسين مع مجلس اقليمي كنقولوا له هاد السنه عندك 15 ولا 20 تلميذ وتلميذه من الاقليم اللي غادي نواكبوهم في الدراسات العليا ملي كنقول الدراسات العليا راه كان عندي بها المؤسسات العموميه ذات الاستقطاب المحدود وايضا المؤسسات الخاصه المعترف بها من طرف الدوله في المؤسسات الخاصه كيفاش يتم دفع المصاريف واش المؤسسات الخاصه كتقول لك مثلا انا غادي ندير معك كونفونسيون اولا نتوما كتجمعوا من عند المتبرعين ومن عند الهيئات والمؤسسات واحد لو بودجي كيفاش كتم لان المشاهد محتاج يفهم كيفاش كتم طريقه تمويل الدراسه وابتداء من امتى الا ممكن وهذا سؤالي الاخير ابتداء من امتى الوليدات يقدروا يقدموا اللي متوفره في الشروط يقدموا طلبات الترشيح ديالهم هذه فرصه انني نشكر المدارس الخاصه اللي كانوا اول شريك للجمعيه لانه ملي كنقولوا منحه هو منحه سو فورم دو بلاس بيداغوجيك يعني مقعد في ديك المدارس تكون هو داك هو المنحه بلا المدارس الحره يعني هذه المبادره ما كانتش غتر النور يعني تعطوكم مقاعد للطلبه المتفوقين تقراو فابور اكزاكتومون هذه اول حاجه بالنسبه لا كونديداتور ديال التلاميذ والتلميذات احنا اليوم كندير واحد القافله اللي سميتها قافله جدارة اللي الحمد لله عندنا هاد السنه كنا محظوظين انها القافله غادي تزور 12 جهه محظوظين ايضا انه القافله غتكون تحت رعايه سميه صاحب الجلاله باش نشوفوا التلاميذ ديال المناطق الجهات كلهم كل المغرب نقولوا لهم ها طريقه ديال
la candidature, يعني يدخلوا لا بلاتفورم ديال www.fme.ma. اييه كلشي مشروع غير لقاو جميع التفاصيل جميع المعلومات اللي كتخص لا كونديداتور بالنسبه للمنح ديال لا فونداسيون. أيه. ومن غير هذا الشيء هاد المبادره كتخلي التلميذ والتلميذه اللي ما سعفوش الحظ ياخذ هاد المنحه انه يعرف عن قرب توجيه اللي متاح ليه بعد البكالوريا. أيه. يعني هي قافله توجيهيه بالاساس لانه للاسف كناخذوا عدد محدود وكنبغيو انه دوك التلاميذ والتلميذات اللي ما حالفهمش الحظ يكون عندهم التوجيه يستافدوا بالتوجيه. وحنا كنعرفوا ان التوجيه مرحله مهمه في حياه كل طالب لان هي اللي غادا تعاونوا انه يعرف الافاق المفتوحه ليه في المستقبل. شكرا لك استاذ هشام الشافعي. شكرا لك امل السبتي. مشاهدينا بهذا وصلنا لنهايه حلقه اليوم، ونذكركم باللي في ظل الظروف عفوا اللي تنعيشوها ما تنساوش الكمامه، التباعد والاحتياطات الاحترازيه مهمه جدا باش نحافظوا على سلامتنا وسلامة احبابنا. تبقاو على خير على الاولى.